نظم وألعاب هيا بنا يا أصحاب ليبي. هاي إنه أنا بلابي. واو انظروا، واو إنها طائرة. اليوم أنا في إيرين إير في بوينفيلد في سياتل واشنطن. وأنتم وأنا سنتعلم عن أجل الطائرات. واو. واو! مهلا لنتعلم الأجزاء الخارجية للطائرة. أترون هذا؟ هذا هو أنف الطائرة. هل تعرفون لماذا سمي بالأنف؟ أجل، لأنه يشبه الأنف. تعالوا إلى هنا. هنا في الأعلى الزجاج الأمامي. إنه يبدو كزجاج العربات. أجل، مثل السيارة. واو، حتى لا تدخل الحشرات إلى فمك. انظروا في الأسفل هنا. واو، تبدو وكأنها عجلة وإطار. مهلا، إنها حقا عجلة وإطار. هذه هي عدة الهبوط، وهي تساعد الطائرة على السير على الأرض. واو، هذا هو باب الدخول إلى الكابينة. انظروا، الآن يمكننا الدخول. مرحبا مرحبا. حسنا. واو واو، انظروا في الأسفل هنا. معدات هبوط أخرى، عدة الهبوط الأساسية. أجل عجلة وإطار، وهناك واحدة أخرى على الجانب الآخر. أوه، هناك نوافذ. انظروا، من هنا يستطيع الركاب النظر إلى الخارج. مرحبا، هيا لنعدها. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. واو، أحسنتم. واو، ما هذا؟ إنه جناح. واو واو. إنه طويل. واو، وهو لامع أيضا. انظروا، مرحبا مرحبا. واو، تعال إلى هنا. واو، هذا هو المحرك النفاث. هل ترونه يدور في دوائر؟ واو، إنه يدور ويدور. من هنا تستمد هذه الطائرة كل قوتها. واو. هيا. واو، والجسم الرئيسي للطائرة يسمى هيكل الطائرة. لنذهب للخلف. أو مهلا، أترون ذلك؟ ذلك هو ذيل الطائرة. أجل، مؤخرة الطائرة. وهنا توجد حجرة الشحن. عليك أن تفتحها بالضبط هكذا. حسنا، ها نحن ذا. واو، يمكنكم تخزين العديد من الحقائب هناك. واو، هاي، انظروا للأعلى. واو، هذا هو جناح التوازن الأفقي، وهذا هو جناح التوازن العمودي. يساعد الطائرة على أن تكون جيدة ومتوازنة في الهواء. واو واو. مخزن آخر. واو، لنفتحه ونرى ما في الداخل.
واو، انظروا أشياء متعلقة بالمحرك. واو، مثير للاهتمام. مهلا، سأريكم حجرة شحن أخرى. واو، انظر. ما المكتوب هنا؟ وقود 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 وقود. أجل، إنه خزان الوقود. ماذا؟ واو، انظروا، إلى هنا يذهب الوقود. الوقود هو مثل الطعام أو الماء بالنسبة إليك ولي. واو، وهو الذي يمد المحرك النفاثة بالطاقة والقوة. واو، وي. واو، هذه الطائرة رائعة. هناك العديد من أنواع الطائرات المختلفة مثل هذا. هذه الطائرة هي طائرة عمل، وهي طائرة ركاب أيضا. وهناك أيضا طائرات ترفيهية تبدو متشابهة جدا. هناك الطائرات الزراعية، واو. وهناك أيضا طائرات الشحن، واو، يمكنها حمل الكثير من البضائع. مهلا، أجل، الطائرات المائية، واو. الطائرات البحرية يمكنها الهبوط على الأرض. والطائرات الحربية، واو، واو. هناك العديد من أنواع الطائرات حولنا. أحب الطائرات. رائعة. الآن دعونا نأخذ رحلة داخل الطائرة. هيا. سيكون هذا ممتعا. انتبهوا. هيا. واو، انظروا إلى هنا. واو، هذه قمرة القيادة وهؤلاء هم الطيارون. مرحبا. مرحبا. هيا لنجلس. واو، مثل السيارة هناك حزام السلامة. أولا وقبل كل شيء، السلامة أولا. عليك ربط الحزام. حسنا، سيكون هذا ممتعا. هذا ممتع. مهلا، بما أننا لسنا في الجو بعد، لنرى ما الذي يفعله الطيارون. واو، هل ترون؟ يبدو وكأنهما يقودان سيارة، ولكنها طائرة في الواقع. انظروا. نحن الآن عالياً في السماء فوق الغيوم، لا نلامس الأرض إطلاقاً. انظروا. واو، هل رأيتم ذلك؟
هذا وسط المدينة في سياتل. لقد رأيت سياتل سبيس نيدل. واو! من الممتع جداً التحليق في هذه الطائرة. مهلاً، ربما في المرة القادمة التي تسافرون فيها قد تتمكنون من الطيران في طائرة. لا تقلقوا، إنها آمنة جداً. مرحباً، كنت أرقص رقصة الطائرة. هل ترقصون رقصة الطائرة معي؟ سيكون هذا ممتعاً. سأعلمكم. أولاً ارفعوا ذراعيكم وكأنكم طائرة. واو واو. وترقصون عندما تسمعون الموسيقى، لكن عندما تتوقف الموسيقى لا تتحركوا أبداً. مستعدون؟ أحب أن أقلد الطائرة. من المريح جدا الطيران في الغيوم، كأنني طائر. أو لا، مهلا، أنا طائرة. مهلا، ما رأيكم أن نغني أغنية الطائرة؟ بعض الطائرات تطير بالمراوح، بعض الطائرات تطير بالمحرك. أحب أن أرى أجنحتها في السماء تلقي التحية لي. مرحبا أيتها الطائرة. طائرات طائرات تحلق في الهواء، طائرات طائرات السماء. بعض الطائرات تهبط على الماء وأكثرها يهبط على الأرض. متنوعة جدا. بعض الطائرات تطير للمرح وبعضها يسافر للعمل. للمرح أو للعمل. يمكنك صنع طائرات من الورق، ارميها في الهواء ستحلق. أحب أن أرى أجنحتها في السماء تلقي التحية لي. مرحبا أيتها الطائرة. طائرات طائرات تحلق في الهواء، طائرات طائرات عاليا في السماء.
هيا ندخل إلى داخل الطائرة. تعالوا. واو واو، هذه الطائرة جميلة جدا. أو انظروا، إنه مقعد جاهز لي فقط. الأمان أولا، اربطوا حزام الأمان. أوه انظروا، واو، يبدو وكأنه مكتب حيث يمكنني القيام بكل مهامي. ها كفى من ذلك، أحتاج بعض الماء. تذكروا ترطيب أجسامكم دائما. ها بعد يوم طويل من اللعب تحتاجون إلى شرب الكثير من الماء. حسنا، لنعد المكتب إلى مكانه. جيد. أوه انظروا ماذا يوجد في الخلف. انظروا، إنه حوض. واو، يمكنكم غسل أيديكم هنا. أوه. من المهم جدا تنظيف أيديكم دائما. أوه ما هذا؟ واو، يبدو كمقعد، لكن لا يوجد حزام أمان. واو. نعرف ما هذا. أجل، في حال إذا كنتم تريدون استخدام المحاض في السماء. واو. واو، لدي فكرة، لنلقي نظرة على قمرة القيادة. تعالوا. واو، واو، هذا المكان ضيق فعلا. لا أعتقد أن الإمبراطورية وضعت الإنسان في الاعتبار عندما صمموا قمرة القيادة. على أي حال، أولاً وقبل كل شيء، السلامة أولاً. حسناً، الحزام محكم. نحتاج الآن إلى سماعات الرأس. مرحباً، هل تسمعني؟ أجل. واو، البرج، البرج، هذا طيار بليبي، نحن جاهزون للإقلاع. حسناً أيها الطيار بليبي، يمكنك الانطلاق. حسناً، عمل جيد. الآن تمسكون المقود. واو انظروا، كلا المقودان يتحركان معاً. ويه. إنهما يعملان مثل عجلة القيادة في السيارة. واو انظروا إلى كل هذا، العديد من المعدات الرائعة والإلكترونيات والأزرار. لن ألمس أي منها الآن. أوه مقبض الدافع. أوه، ادفعوا هذا للأمام وعندها سوف تذهبون بسرعة. واو. أوه، وعندما تكونون في الهواء، هذه هي معدات الهبوط، اسحبوها للأعلى وستذهب العجلة والإطارات إلى داخل الطائرة. واو، الطائرة رائعة. مرحبا. واو، كان من الممتع جدا التعلم عن الطائرات معكم. حسناً، أظن أن علي الذهاب الآن. هذه نهاية هذا الفيديو، ولكن إن كنتم تريدون متابعة المزيد، كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي. هل لا تتهجون اسمي معي؟ باء لام ياء، باء ياء، بليبي. أحسنتم، شكراً جزيلاً لإيرن إير. إلى اللقاء. ووو، انظروا إلى هذا، هذه لعبة مروحية تابعة لقسم الإطفاء. ووو، واليوم نحن في قسم الإطفاء والعمليات الجوية لمدينة لوس أنجلوس، ودعوني أخبركم، لدي مفاجأة لكم. واو انظروا إلى هذا. واو، هذه مروحية قسم إطفاء حقيقية. واو، أنا متحمس جدا لمعرفة المزيد عن مروحية قسم الإطفاء اليوم معكم. مستعدون؟ ها
هيا بنا. حسناً، الآن دعونا نتفقد الداخل من مروحية قسم الإطفاء. هيا. علينا أن نفتح الباب. واو، هل ترون هذا؟ هذه أجل، إنها كابينة المروحية. تعالوا إلى هنا. واو، هناك الكثير من الأشياء الرائعة. هنا قمرة القيادة. واو، انظروا هنا، هناك العديد من الآلات والأدوات والراديوهات الرائعة. واو. حسناً، الآن سأريكم الكابينة. أوه، العديد من المقاعد هنا، أترون؟ سأذهب إلى هذا. واو، مهلاً، هذا المقعد لديه حزام أمان، سأرتديه. حسناً، ها نحن ذا. واو، أترون؟ أنا في هذا المقعد، وهناك مقعد آخر ومقعد آخر، لنعدها. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أجل، خمسة، أنت تجلس علي. هذا مضحك. واو، انظروا هنا، إنها حقيبة ظهر عملاقة. هناك مجموعة من المعدات الطبية هنا. واو، هذا ما ينزلونه على الأرض لمساعدة الناس. واو، انظروا إلى الضوء. إن لونه أزرق وهو يسطع على وجهي. هذه الأضواء أضواء خافتة جدا، حتى يمكنكم استخدام الـ MVGS، نظارات الرؤية الليلية والرؤية بالليل حتى لا تتسبب بالعمى. واو واو، هذه سماعات. واو، نضعها على الأذنين. وهنا لدينا مايكروفون، لكن علي أن أوصله أولاً. انظروا، استعدوا، أنصتوا. واو، أتسمعونني؟ أبدو مضحكاً، أتحدث من خلال الميكروفون الآن. واو، أطير في المروحية. حسناً، حسناً، سأريكم من هذا لاحقاً، لكن الآن انظروا هنا، انظروا. واو، إنه سطح طبي، يمكنني سحبه، إنه جيد ومسطح، يبقي العمود الفقري للمريض جيداً ومسطحاً. حسناً، سأعيده الآن. ها نحن ذا. واو، كان من الممتع جداً التعرف على داخل المروحية معكم. واو، العديد من الأشياء الرائعة. واو، ما هذا؟ هذا هو خطاف رافعة الإنقاذ يا بليبي. أوه، خطاف للإنقاذ؟ مهلاً، من أنت؟ أنا الطيار شريف. ما الذي تفعل؟ أنا مشغل الرافعة للإسعاف الجوية تابعة لـ LAFPD الجوية. أوه، هذا رائع، مهلاً، ما الذي يوجد في يدك؟ تسمى القلادة، وهي تتحكم في الخطاف باستخدام وحدة التحكم هذه. واو، هذه وحدة تحكم الرافعة. واو، هل يمكنك أن تريني كيف تعمل كل هذه الأشياء؟ بالطبع، هل ترغب في تجربة مقعدنا الساخن؟ هكذا ننقذ الأشخاص الذين لم يتأذوا على الأرض. أوه، مقعد ساخن؟ أتساءل ما هو المقعد الساخن؟ المقعد الساخن يشبه السترة، هيا قم بوضع الخوذة على رأسك. حسنا. وأنت ترتدي نظارات السلامة مسبقا، ستفي بالغرض. أنا أرتدي خوذة بيضاء يعمل تماما مثل السترة، وهو عبارة عن حزام بسيط يسمح لنا بإحضارك إلى المروحية بأمان دون وقوع. رائع. أجل، هو كذلك. حسنا، إذا هو حزام يستخدم إن كنت على الأرض فأنت تنزل أو شخص ما ينزل لإنقاذي، هل هذا صحيح؟ أجل، ويساعدونك في وضعه هكذا. حسنا، ويوصلونك الخطاف بمجرد أن تنزل على الأرض. حسناً، يقومون بإنزال الخطاف ثم يوصلونه هكذا، وعندما واو. تكون جاهزاً سنرفعك. هل أنت جاهز؟ مستعد. نحن ذا. واو واو،
واو، كأنني أطير. نوصلك إلى المروحية. حسنا، نقوم بإدخالك وبليب الآن صار بأمان. أو رائع. وكذلك. أو شكرا لأنك أريتني كل هذا. على الرحب، سررت بلقائك يا بليبي. سررت بلقائك أيضا. واو، هذا ممتع حقا. مهلا مهلا، أنا عالق هنا، عد إلى هنا. هاي، مرحبا مرحبا. أوه لا. وي. مرحبا، انظروا إلي، أنا داخل قمرة القيادة بينما تسحب القاطرة المروحية. واو، هذا رائع. ركوب المروحية أمر رائع حقا. حسنا، فقط لإعلامكم توجد المروحيات في المطارات، وتوجد الطائرات في المطارات أيضا. وإذا كانت هناك أي مشكلة في المطار فإن لديهم شاحنة كبيرة تسمى شاحنة الرغوة. أو انظروا، هناك شاحنة رغوة كبيرة هناك، أترونها؟ أجل، حسنا، ما تفعله الشاحنات الرغوية هو رش المياه والرغوة من الأمام في حالة ما إذا كان هناك أي شيء في المطار مثل حريق مثلا. لذا ما سنفعله هو أن نريكم كيف يخرج رذاذ الماء من البرج. أترون؟ هذا هو البرج الأول. واو، هذا قوي حقا. هل أنتم مستعدون للبرج الثاني؟ حسنا، ها نحن ذا. واو، أترون ذلك؟ هذا هو البرج الأول وهذا البرج الثاني. واو، انظروا إلى كل هذا الماء. ما يفعلونه الآن هو الهبوط حتى يتمكنوا من ملء المروحية بالماء. شاهدوا. ما سيفعلونه الآن هو التحليق وإلقاء كل الماء. شاهدوا. واو، هل رأيتم ذلك؟ هناك الكثير من المياه التي خرجت من تلك المروحية. يبدو أنه مستعد. واو، انظروا إلى ارتفاعهم في الهواء. إلى أين يذهب؟ واو، انظروا إليه يتدلى من المروحية. واو، مرحبا. مهلا، أحدهم يرتدي اللون الأزرق والآخر يرتدي اللون البرتقالي، لوناي المفضلين. أتذكرون هذا؟ هذا هو المقعد الساخن.
حسناً، ها هو ذاهب. واو، هذا يبدو ممتعاً. واو، مرحباً. لقد تم رفعه طوال المسافة في السماء إلى المروحية. واو، أغلق الباب. الآن سنتعلم عن الأجزاء الخارجية للمروحية. واو، يا لها من آلة كبيرة. أو انظروا، هذه هنا هي قمرة القيادة، هو المكان الذي يجلس فيه الطيار ومساعده، ثم يحلقون بالمروحية. واو، واو. وفي الخلف هنا الكابينة. أجل، هذا هو المكان الذي يجلس فيه الركاب. هذه المروحية كبيرة جداً، حيث يمكن أن تحمل 14 شخصاً. 14 شخصاً، عدد كبير من الناس. واو، أو انظروا إلى هذا، إنه ضوء مسلط. مستعدون؟ أجل، يسمى أيضاً بشمس الليل. يستخدم هذا للإضاءة ليلاً حتى يتمكن الجميع من رؤية أي شيء يتحرك في الظلام. واو، ساطع جداً. واو، وهذا إنه خزان المياه، وتملأه من هنا. أمسك الخرطوم، أحضر كل المياه، ثم يملأ هذا بالماء، ثم تطير به فوق الأشياء، ثم تصب الماء على الأشياء مثل الحرائق حتى تتمكن من إنقاذ الناس. واو، يا لها من آلة رائعة. لنرى ماذا يوجد أيضا، هيا بنا. أو انظروا للأسفل، انتظر لحظة، ماذا تفعل هذه هنا؟ ها، أتعرفون أن بعض المروحيات لديها سلقات للهبوط؟ هذه المروحية لديها عجلات وإطارات. واو، مثير للاهتمام. رائع. أوه، واو، انتظر لحظة، رأيتم هذا من قبل صحيح؟ أجل، إنه رقم. أجل، 1، 2، 3، إنه الرقم 3. واو، دعونا نفتح هذا. واو، انظروا إلى هذا. إنها حجرة تخزين. الجو مظلم هناك، هيا بنا. أو مهلا، قسم إطفاء لوس أنجلوس، إنهم رائعون حقا. واو، هذا جناح موازن أفقي، وهو يحافظ على استقرار المروحية. واو، واو، انظروا فوق، هذا هو الذيل الدوار. واو، إنه عال هناك، وهو يبدو كبيرا، لكن في الواقع هو الدوار الأصغر. لكن هذا الدوار الرئيسي، تعالوا، هو كبير جداً. أترونه في الأعلى هناك؟ واو، هذا الدوار الرئيسي يحتوي على 5 شفرات. 1، 2، 3، 4، 5. عمل جيد. واو، إنه عال جداً. كنت أحاول أن ألمسها فقط. واو، انظروا إلى هذا، العادم. واو، كل العوادم من المحرك النفاث يتم دفعها خارجاً. مهلاً لحظة، هل قلت المحرك النفاث؟ نعم، انظروا. واو، هذا هو المحرك النفاث، وهناك 2 على هذه المروحية، 1 هنا والآخر في الجانب الآخر. هنا تقوم بإنتاج كل قوتها، وأحد الأماكن التي تستخدم هذه الطاقة هو جهاز نقل الحركة. واو، يبدو الأمر رائعاً هناك. أو مهلاً، انظروا إلى هذا، أترون هذا؟
من هنا يتم تزويد المروحية بالوقود. لا نريد أن نعبث بهذا. حسناً، لنرى ماذا يوجد لدينا أيضاً. انظروا إلى رقص الرائع. حسناً، مهلاً، انظروا هنا. هذه هي الرافعة. واو، إنها تنزل حوالي 300 قدم تقريباً. هذا كثير جداً. ثم يمكنها إنقاذ الناس هكذا. شكراً جزيلاً لكم لتعلم الأجزاء الخارجية للمروحية معي أنا. الآن حان وقت أغنية مروحية إطفاء الحرائق. هي تقاوم حرائق الغابات، يمكنها منع هذا اللعب من الارتفاع، يمكنها إنقاذ الأشجار أو منزلك، يمكنها حتى إنقاذ حياتك. إنها مروحية الإطفاء تكافح الحريق من السماء. إنها مروحية الإطفاء في مهمة لإخماد تلك، تحلق حاملة الكثير من الماء، البحيرات والأنهار تمدها بالمياه، تحوم فوق النيران المشتعلة وتسقط الماء من السماء. إنها مروحية الإطفاء تكافح الحريق من السماء. إنها مروحية الإطفاء في مهمة لإخماد تلك. هي آلة تنقل حمراء وبيضاء للإطفائي، تطير ليلا ونهار. هي آلة تنقل حمراء وبيضاء للإطفائي، تطير ليلا ونهار. إنها مروحية الإطفاء تكافح الحريق من السماء. إنها مروحية الإطفاء مهمة لإخماد تلك. إنها مروحية الإطفاء تكافح الحريق من السماء. إنها مروحية الإطفاء في مهمة لإخماد تلك النيران. إنها مروحية الإطفاء. إنها مروحية الإطفاء. إنها مروحية الإطفاء. واو، كان من الممتع جداً التعلم عن مروحية قسم الإطفاء معكم أنتم. حسناً، أنا آسف لقولي هذا، لكننا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. متأكد أني سأراكم قريباً، لكن إن كنتم تريدون أن تشاهدوا المزيد، كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي. هل تتهجون اسمي معي؟ مستعدون؟ حسناً. باء لام ياء. باء يا بلابي. أحسنتم، إلى اللقاء. مرحبا، انظروا ماذا كنت أركب. أجل، إنها سيارة شرطة، واليوم سوف نتعلم عن سيارة الشرطة.
ماذا لدينا؟ إنها سيارة الشرطة. هل لا تأتون لتفقد سيارة الشرطة معي؟ أجل، هيا. أوه، انظروا إلى شريط الضوء هذا هنا. هناك أضواء حمراء وأضواء زرقاء أيضا. وبالحديث عن الأضواء، واو، انظروا إلى الأضواء الكاشفة. واو واو، إنه ساطع. وفي مقدمة سيارة الشرطة هناك هذا الرفرف الدافع، وهو يستخدم لمساعدة المركبات المعطلة على جانب الطريق ويدفعها جانبا. ثم هنا بالأسفل هذا مكبر صوت، اسمعوا. هل تسمعني أخ للطريق؟ أجل، كان هذا رائعا. أوه، والجزء المفضل لدي المحرك. من هنا تأتي السيارة بكل قوتها. أوه، والزيت، هل تتفقدونه معي؟ موسم الحساسية. حسنا. أوه، انظروا. أجل، الزيت يبدو جيدا. نعيد مقياس العمق ونغلق الغطاء ونذهب إلى الخلف. أوه، انظروا هنا العجلات والإطارات. أوه، وانظروا إلى هنا كلمتان. الكلمة الأولى هي أولمبيا، ألف واو لام ياء ميم باء ياء ألف. والكلمة الثانية هي شرطة، لدينا شين راء طاء تاء، شرطة أولمبيا. وأخيرا وليس آخرا الصندوق، هناك أشياء رائعة في الصندوق الخلفي. واو، مشاعل الطريق. واو، مسدس رادار و بعض المخاريط، ويوجد شريط تحذير أيضا. سأريكم هذه الأشياء لاحقا، لكن الآن حان وقت الرقص. هل تنظرون إلى داخل سيارة الشرطة معي؟ حسناً، هيا بنا. واو واو، نحن الآن داخل المركبة. انظروا إلى هذا، مفتاح التشغيل، هل ترونه؟ سألفه إلى اليمين، وهذه هي الأضواء، انظروا. واو، إنها ساطعة جدا. حسنا، سأطفئها الآن. لقد أطفأتها، وانظروا إلى هذا. أرأيتم؟ لقد شغلته الآن. إنها الأضواء الكاشفة، هل ترونها؟ واو. أوه، حسنا، نطفئه الآن. وماذا لدينا هنا أيضا؟ واو، عجلة القيادة. واو. وأيضا اللاسلكي. مرحبا مرحبا، أنا أراك، إنه بلوبي. هذا مضحك. أو بالحديث عن الضوضاء والصوت، انظروا إلى هذا، هذا الزر هنا، اسمعوا. أجل، إنها صفارة. أوه، وجهاز الكمبيوتر. أجل، ووهو، هذا رائع جدا. إنها أغنية بليبي لسيارة الشرطة. حسنا، ولدي أشياء ممتعة جدا لأريها لكم، تعالوا معي. نغلق الباب.
حسناً تعالوا إلى هنا، انظروا إلى هنا، هذه هي حقيبة الدورية. هناك العديد من الأشياء والأدوات الرائعة هنا. واو، مثل المنظار. واو، أستطيع أن أرى لمدى بعيد. واو، مرحباً. حسناً، نضع هذه هنا. أوه، وحيد قرن محشو. وكاميرا. مصباح يدوي. مرحبا. يمكنك من الرؤية في الظلام. واو، حقيبة إسعافات أولية. وأصفاد، هذا رائع فعلا. أحب الأصفاد كثيرا. حسنا، لنجربها. نضعها. أو بما أنك تضع الأصفاد الآن لا تستطيع نزعها. لحسن الحظ، واو، لدي مفتاح الأصفاد هنا. نضعه هنا، نديره قليلا وأقوم بنزعها. إنها كالسحر. حسنا، نعيدها الآن. أخيرا وليس آخرا، كل ضابط شرطة يجب أن تكون لديه نظارات شمسية. حسنا، الآن أنا ضابط شرطة. حسنا، تفقدوا هذا هنا، هنا حيث تضعون المشتبه بهم. واو، ولا يوجد مقابض على الباب أيضا، والمقاعد بلاستيكية وغير مريحة أبدا. واو واو واو. لا أحب التواجد هنا. لا توجد مقابض، وكأنها أقفال أمان للأطفال لكن للكبار. مرحبا، هذا هو جهاز قياس السرعة، يستخدم الليزر للارتداد عن السيارة والعودة ليخبرني بالسرعة التي تسير بها. نحن هنا نبحث عن مسرعين. ها هو واحد الآن. واو، إنه مسرع جدا، لنذهب ونلحق به. مرحبا أيها الضابط، أريد أن أتحدث معك عن سرعتك. أو أنا آسف، ماذا يمكن أن أقول؟ لم أنتبه. سأكتفي بإعطائك تحذيرا، نحن هنا نحافظ على سلامة الجميع. بالحديث عن السلامة، هل صدف أن رأيت هذا الشخص؟ نحن نبحث عنه. أو كلا، هذا الرجل يبدو وكأنه يرتدي نظارات، أنا لا أرتديها. أو أنت محق، سأعطيك هذا، اتصل بنا إذا رأيته. حسنا، خذ بحذر. إلى اللقاء. إلى اللقاء. واو، ذلك كان قريبا. مرحبا، أهلا. لنلقي نظرة أفضل على ما بداخل صندوق سيارة الشرطة هذه المرة. أوه، انظروا، لدينا قبعة ضابط الشرطة. وأجل، سترة الأمان. وهي صفراء لامعة، انظروا إليها. واو، حسنا، سترة أمان صفراء زاهية لطيفة. كيف أبدو؟ حسنا، وهكذا ارتديت القبعة. انظروا، أربع مخاريط برتقالية. 1 2 3 4. حسنا، انظروا، مشاعل الطريق. واو، سأضع هذه في جيبي. مسامير الطريق. حسنا، نضع هذه هنا، نغلق الصندوق. حسنا، أولا وقبل كل شيء،
واو، مسامير الطريق، انظروا إليها. واو، انظروا إلى هذا. واو، إنها حادة. حسناً، لنضع هذه هنا ونضع هذا هنا. حسناً، مستعدون؟ شاهدوا هذا. حسناً، سنقوم بإعداد دورة مرور لسيارة الشرطة، وستتأكد سيارة الشرطة من عدم سيرها على هذه لأنها حادة جداً. حسناً، لنأخذ الأقماع الأربعة ونضع واحداً هنا. تعالوا. ودعونا نضع واحداً آخر هنا. واحد، اثنان، ونضع الثالثة هنا. واحد، اثنان، ثلاثة. لدينا واحد أخير. تعالوا. حسناً، ماذا عن هنا؟ مستعدون؟ أجل. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أو كدت أنسى جزئي المفضل، مشاعل الطريق. واو، حسناً، هذه ليست ألعاباً، ليست للأطفال، لذا ها نحن ذا. واو، حسناً، نضعها على الأرض هنا ولنبدأ هذه الدورة. بالكاد لمس المسامير. عمل جيد. كان من الممتع جدا التعرف على مركبة الشرطة. الآن حان وقت أغنية سيارات الشرطة. سيارة الشرطة، سيارة الشرطة، سيارة الشرطة تقود بسرعة في المدينة. واو يا أذناي، صوتها صاخب. هل ترون الأضواء الحمراء والزرقاء حتى يسمح لها الجميع بالمرور؟ سيارة الشرطة، سيارة الشرطة، سيارة الشرطة. يوجد منها أشكال وأحجام. هناك أيضا راديو وحاسوب داخلها، والبعض لديه كلب للمساعدة. أحيانا نحتاج لمساعدة الكلاب. سيارة الشرطة، سيارة الشرطة، سيارة الشرطة. إذا وقعت في ورطة أو أصيب شخص ما، أو كان هناك حالة طوارئ، اتصل بتسعة واحد واحد وسوف تأتي الشرطة. ستأتي في أجل. سيارة الشرطة، سيارة الشرطة، سيارة الشرطة، سيارة الشرطة، سيارة الشرطة،
سيارة الشرطة. لقد استمتعت جدا بالغناء والرقص على أغنية سيارة الشرطة معكم. مهلا، لدي شيء مهم جدا لأخبركم به. أنت مميز جدا، أنت طفل رائع كثيرا. أنا متحمس جدا لرؤية الأشياء العظيمة التي ستقومون بها على كوكبنا من خلال جعله مكانا أفضل ومساعدة الناس. أخيرا وليس آخرا، شكرا لأنك صديقي. شكرا. حسنا، علي الذهاب الآن. إن كنتم تريدون التسكع معي أكثر، تعرفون كيف تجدونني. أجل، فقط ابحثوا عن اسمي. تعرفون ما هو اسمي؟ أجل، إنه بلابي. باء لام ياء، باء ياء، بلابي، هذا اسمي. أحسنتم. أراكم لاحقا، إلى اللقاء. مرحبا، هذا أنا بلبي، لدي دمية سيارة إطفاء رائعة. لاحظوا شكلها كسيارة إطفاء حقيقية، فيها خرطوم وفيها بوق كان 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 كان. ولهذه السيارة عجلات وإطارات. أظن أن من الرائع جدا أن نكون رجال إطفاء حقيقيين. شاهدوا هذا، هذا يسمى عمود الانزلاق. هيا لننزل إلى الأسفل. حسناً، سنفعلها عند ثلاثة. مستعدون؟ إذن هيا بنا. واحد، اثنان، ثلاثة. أوه، لقد شعرت ببعض الدوار. أوه، شاهدوا هذا، رجل إطفاء. مرحباً. أظن أن عمل رجال الإطفاء مهم جداً، لأنهم دائماً ينقذون الناس وأيضاً يخمدون الحرائق، وذلك باستعمال خرطوم ماء ضخم. انظروا، ربما تمارسون هذه المهنة، قد نصير طيارين. نعم، ونستطيع قيادة الطائرات. أو نصير مهندسين. ماذا يفعل المهندس؟ هو بارع في الرياضيات. نعم، مثل عملية جمع الأرقام وطرح الأرقام أيضا، ويضع مخططات للأشياء، وأشخاص آخرون يصنعونها. أنا مضحك. هاي، ماذا ستصيرون حين تكبرون؟ هذا خيار رائع جداً، أريد أن أصير مثلكم. هاي، لقد خطرت لي فكرة رائعة. ما رأيكم في الذهاب إلى مكان يمكننا أن ندعي أننا نمارس هذه المهن المختلفة؟ أوه، سيكون هذا ممتعاً كثيراً. وبعدها اختاروا مهنتكم المفضلة. حسناً، هل ستذهبون معي؟ رائع، هيا لنذهب. أراكم هناك. مرحبا، وصلنا إلى متحف الأطفال Great Explorations في فلوريدا. رائع، أشعر بالحماسة لأنني سأتعلم عن المهن. هيا بنا. هذا أحد الأماكن المفضلة عندي. هذا يسمى فرن الفطائر، ويكون هذا الفرن داخل المطعم. عندما تكبرون تستطيعون ممارسة المهن مثل مهنة الطهي. الطهاة رائعون جدا. نعم، الطهي هو المسؤول عن طهي الطعام الذي يقدمه المطعم. أنا أحب إعداد الفطائر كثيرا. إنها لذيذة. هاي، لدي فكرة لنعد معا الفطائر اللذيذة. حسنا، هيا بنا. أولا نحتاج إلى حامل الفطائر، لنضع الفطائر داخل الفرن الساخن جدا، إذا لا يجوز لمسه بأيدينا. حسناً، أحضرناه، وأيضاً سنحضر هذا الطبق. إذاً بما سنبدأ؟ سنبدأ أولاً بعجين الفطائر. نعم، هذا عجين الفطائر. أحياناً عندما نحضر العجين يكون مكوراً كالكرة الصغيرة، لذا نحن نمدده وأحياناً ندوره هكذا، وهذا يجعله دائري الشكل. نعم، انظروا، هذه دائرة. عمل جيد. حسناً، سأضع عجين الفطائر، والآن سأضع فوقها مواد التزيين. هاي، أتفضلون تزيينها بشيء معين؟ وأنا أحبها أيضاً. هيا لنعدها. إذن سأضع أولاً خلطة الطماطم، والمفضلة عندي إنه الجبن. أحب الفطائر الغنية بالجبن. سنضع الجبن هنا. حسناً، لنضيف الآن أشياء أخرى. لدينا السبانخ،
إنها لذيذة. وأيضاً سنضيف الزيتون الأسود. أوه. هو مقطع، إذن سنضعه هنا. ولدينا واو. هل تعرفونه؟ نعم، هذا يسمى الفطر. سنضعه أيضاً، وسنضع بعض البصل. حسناً، بعد إعداد الفطيرة الآن سندخلها إلى الفرن وننتظر. يبدو أن فطيرتنا لذيذة، لقد نضجت، رائع. والآن سنضع الفطيرة في العلبة، تعالوا. أزل. أوه، أحسنتم عملاً يا أصدقائي في إعداد الفطيرة معي. والآن الجزء الأفضل. نستطيع تناول الفطيرة. هذه الفطيرة طعمها لذيذ جداً. هذا لأنكم ساعدتموني. شكراً جزيلاً لكم. واو، كان رائعاً ما تعلمته عن مهنة الطهي معكم، وأيضاً عن إعداد الفطيرة اللذيذة. رائع. أوه، انظروا إلى هذا. واو، أنواع مختلفة من الحيوانات. أنا أحب الحيوانات. هاي، هل تفضلون حيواناً محدداً؟ أجل، وأنا أحبه أيضاً. أوه، انظروا، لدينا بعض القطط، ولدينا هنا يبدو أنه جرو كلب كبير. مرحباً أيها الجارو. هذا مضحك. واو، انظروا، لدينا هنا أيضاً هذا الببغاء، وهنا هذا الأرنب. رائع، لنلقي نظرة من كثب، تعالوا. واو، شاهدوا هذا المكان، إنه عيادة وهي للطبيب البيطري. نقول الطبيب البيطري أو البيطري، وهو الشخص الذي يعتني بالمصاب أو المريض من الحيوانات. رائع. أوه، انظروا، لدينا حيوانات لطيفة هنا. مرحبا. هذا جرو لطيف، ولكن نريد أن نتحقق أن الجرو بخير. لذا أول ما سنفعله استعمال جهاز الرنين المغناطيسي. نعم، هذا الجهاز إنه يستعمل من أجل التقاط الصور، مثل صورة لهذا الجرو، ولكن ليست لشكله الخارجي وهو يبتسم، بل هي صورة لأعضائه الداخلية مثل العظام، وأنها غير مكسورة، وأن الجرو الصغيرة بصحة جيدة. هيا ننظر، سأضعك هنا. واو، شاهدوا هذا، يرينا الآن هذا الجهاز صورة واضحة لعظام الساق. واو، هذا أمر مذهل. إذن الجرو بصحة جيدة، ولكن في ساقه إصابة، لذا سنعتني بها. هيا. حسناً، هيا بنا. أول شيء سنفعله وضع الضماد على ساقه. سأضعه الآن. جيد، فعلناها، ضمطنا ساق الجرو. هكذا سيتحسن عما قريب، وبعدما فعلناه سنعطي الجرو الدواء. تفضل يا صغير. إنه سعيد ويشعر بالتحسن. رائع. إذن آخر ما سنفعله وضع المخروط حول عنقه، فقد يشغله اللاعب، وفي أثناء ذلك قد ينزع الضماد عن ساقه، ولا نريد نزعه قبل أن يتحسن. إنه لطيف جدا. أنا أحب مهنة الطبيب البيطري. استمتعنا بممارسة المهنة لأننا تعلمنا عن الحيوانات وتعلمنا العناية بها في حال المرض أو الإصابة. أجل، كان هذا مذهلا. واو، انظروا إلى هذه سيارة إطفاء. رائع. واو، سيارات الإطفاء مذهلة جدا. انظروا معي لهذه السيارة، عجلات كبيرة وإطارات. واو، ولها في الأمام مصابيح، أيضا مصد معدني. واثق بأن ركوب إحداها سيكون ممتعا. تعالوا. واو، ركوب سيارة الإطفاء أمر ممتع. انظروا هنا. نعم، هذه التي هنا تسمى صفارة الإنذار، صوتها هكذا. نعم، عندما ينطلق رجال الإطفاء للمساعدة عند حدوث حريق يشغلونها ويضربون البوق، وهكذا يعلم كل من في المكان أن هناك حالة طارئة فيبتعدون عن الطريق. أجل، لتصل سيارة الإطفاء بسرعة وأمان أيضا. واو، شاهدوا هذا، إنه جزء مهم كثيرا من أجزاء سيارة الإطفاء. هذا هو سلم الإطفاء، يساعد رجال الإطفاء في أثناء عملهم للوصول إلى المباني المرتفعة لإنقاذ الناس، ولاستعمال الخرطوم ليخمد الحرائق. انظروا، وهذه الصمامات يوصل بها الخرطوم، لكنه خرطوم ضخم جدا لإخماد الحرائق، ليس كالخرطوم الذي في حدائق منازلنا. فضخ ماء هذا الخرطوم قوي جدا ليخمد الحريق وينقذ كل محتاج. هيا.
شاهدوا هذا، هذا عمود الانزلاق. أوه، عمود الانزلاق مفيد جداً، ففي مركز الإطفاء رجال الإطفاء قد يكونون في الطابق الثاني وسيارة الإطفاء تكون في الطابق الأول، فيستعملونه بدلاً من استعمالهم الدرج. نعم. أوه، هل ترون هذا؟ نعم، يرتدي رجل الإطفاء هذه الملابس. هذا اللباس مذهل لأنه مقاوم للنار. نعم، إذا حدث حريق فسيكون أمراً خطيراً لأن ثيابنا ستحترق، وملابس الإطفائي ليست مثل ثيابنا، فهو يستطيع الإنقاذ، فلباسه مقاوم للنار. واو، أترون الخوذة؟ انظروا إليها. لرجل الإطفاء هذه الخوذة الصفراء الجميلة، الخوذة تحمي رأسه من أي شيء قد يقع. هل ترون هذا؟ نعم، رجل الإطفاء هذا يحمل بيده خرطوماً. واو، هذا رائع جداً. على هذا الخرطوم كثير من صمامات التحكم، لاحظوا حجمه كبير جداً، ليضخ الماء منه بقوة كبيرة وتخمد كل الحرائق. رائع. واو، قد نصير يوماً ما رجال إطفاء مفيدين ونتمكن من إنقاذ الناس، لكن حتى نصير كذلك علينا التحلي بكثير من الشجاعة. نعم، الشجاعة. هي، هل تعلمون معنى الشجاعة؟ نعم، حتى الشجاع قد يشعر بالخوف من شيء ما، ولكن يفعل الشيء برغم خوفه منه لمساعدة الناس وإنقاذهم. واو، أنا أريد فعل شيء أيضاً لمساعدة الناس. أجل، سيكون أمراً رائعاً. واو، انظروا أين نحن. هذه مهنة قد تمارسونها حين تكبرون، وهي التمريض. رائع، التمريض مهنة رائعة جداً، فالممرض يهتم بشؤون المرضى وأيضاً يحرص على تحسن صحتهم دائماً. لنذهب ونرى ما تفعله الممرضة. هيا. واو، انظروا، هل ترون؟ لدينا هنا هذا الهيكل العظمي. واو، فيه كثير من العظام. نعم، عظام. أتعلمون ما العظام؟ نعم، هذه أنواع مختلفة للعظام، وهي تكون أحد أعضائنا. نعم، وهي تساعدنا على الوقوف. نعم، وتقع تحت الجلد. العظام عضو مهم جداً، لذا علينا الاهتمام بصحة عظامنا. واو، من الجيد أن نتعلم عن العظام، لأنه إن كسر أحد عظامنا فسنذهب إلى الممرضة لتساعدنا. تعالوا. واو، شاهدوا هذا الصندوق، ضوءه ساطع. هذا يساعدنا على رؤية مختلف أنواع الصور السينية. نعم. واو، وهذه هي صورة الأشعة السينية، تبدو كأنها ورقة داكنة اللون، ولكن في الحقيقة هي صورة أشعة سينية لجوف اليد، وعندما نضعها هنا نستطيع رؤيتها بوضوح. نعم، نرى مختلف أنواع العظام داخل اليد. واو، التقاط الصورة الشعاعية مفيد جداً، فيظهر مكان الكسر بوضوح في الصورة، فتقول الممرضة هناك كسر ويمكننا علاجه. حسناً. واو، التمريض والأشعة السينية مذهلان. واو، انظروا إلى هذا، شيء آخر نفعله حين نأتي إلى هنا، قياس طول قامتنا. واو، انظروا، طولي 5 أقدام و11 إنشاً، هذا يعني أني طويل. هي، أتعلمون ما طول قامتكم؟ أوه، وأنتم طوال القامة، واثق بأنكم ستصيرون أطول قامة مني، نحو 5 أقدام أو 6 أقدام أو 6 أقدام وإنش أو 7 أقدام. واو، طويل جداً. مهنة التمريض مهنة رائعة جداً، ربما يوماً ما سأصير ممرضاً وأساعد الناس على الشعور بالعافية. رائع. واو، كان ذلك ممتعاً حقاً. هاي، حسناً، سأراكم بعد لحظة. مو، مرحباً. أيها الأصدقاء، لقد استمتعنا كثيراً اليوم بالتعلم عن المهن المختلفة، كانت كثيرة. واو، هاي، أي مهنة تفضلون؟ نعم، وأنا أحببتها أيضاً، كان من الممتع ممارستها معكم. أوه، انظروا ماذا هناك، تعالوا. أوه، أقرأتم ما كتب؟ كتب زاوية الفضول. واو، يعني أن وقت زاوية الفضول قد حان، أنتم وأنا سنتعلم مختلف الأشياء. ترى ما الذي سنتعلمه اليوم؟ علينا أنا وأنتم أن نكتشف ذلك معاً. متحمس جداً، هيا بنا. أهلاً بكم في ركن الفضول هذا، الآن سنرسم لوحة جميلة معاً. يبدو أن لدينا كل ما نحتاج إليه، لدينا الألوان. انظروا، 3 ألوان مختلفة، الأزرق والأصفر والأحمر.
هذه الألوان المختلفة التي لدي تسمى الألوان الأولية، وتستعمل الألوان لخلطها وصنع بقية ألوان قوس المطر المتنوعة الجميلة، لذا سنستعملها في رسم لوحة رائعة. نحتاج إلى مازجة الألوان وإلى ريشة الرسم. حسناً، سأبلل ريشة الرسم وبعدها نبدأ بالرسم. حسناً، والآن أولاً نحتاج إلى اللون البرتقالي، لون فاكهة المفضلة ولوني المفضل. سنبدأ بالأصفر هنا. واو، مزج الألوان أمر ممتع. سنرسم دائرة. واو، انظروا، رسمنا بالأصفر دائرة، ولكن ليس اللون المطلوب. سنضيف لوناً أولياً آخر وهو اللون الأحمر. سنأخذ بعض الأحمر وبعض الماء أيضاً، وبعدها نمزجهما. صار برتقالياً. أوه، انظروا معي إلى جمال هذا اللون، فيه بعض اللون الأحمر وبعض اللون الأصفر، فصار برتقالياً. واو، كان من الممتع جداً التعلم عن الألوان معكم ورسم هذه اللوحة الجميلة، والآن سأغسل ريشة الرسم. أمامنا ازدحام مروري. واو، أيها الأصدقاء، استمتعنا كثيراً اليوم بالتعلم عن المهن المختلفة. كانت متنوعة جداً. لكن حتى لو لم تختاروا مهنتكم اليوم فلا بأس، فلديكم وقت لتختاروا. عليكم متابعة الاكتشاف، وأنا واثق بأنكم ستعلمون ما الذي تريدون فعله حين تكبرون. استمتعوا باللعب بهذه المركبات. سيارة الإطفاء، وهذه شاحنة المهملات. واو، وهذه من الآليات الثقيلة المزودة بحفارة. حسناً، هذه نهاية الحلقة، لكن إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. هاي، أيمكنكم تهجئته معي؟ بليبي. أحسنتم عملاً. حسناً، أراكم بخير.